اهلا وسهلا بكم من جديد بفيديو جديد، اسئله جديده مثل ما طلبتوا عن اسئله النظري اللي تنطلب في اوروبا وفي هولندا. واليوم راح نختار فحص مثل ما طلبتوا بالتعليقات، وكما تشوفون هنا في باقه عدنان الطاهر متوفره كل اقسام الفحص اللي مطلوبه منك اثناء الفحص. وكما تشوفون هنا عندنا اكثر من 50 فحص متكامل، واليوم راح نختار الميكانيك والأضوية. جتنا هواي تعليقات على هذا الطلب، فنضغط على هذا الفحص. ابدأ الامتحان. وكما سمعتوا في قاري صوت بثلاث لغات، عربي هولندي وانجليزي، فاللي يريد يشغل قاري الصوت يقدر يشغله بالموقع، بس اليوم أنا موجود فما يحتاج قاري الصوت. خلونا نبدأ بأول سؤال. على ماذا يدل هذا الرمز؟ هالطريقة راح تجيكم الأسئلة أثناء الفحص. الرمز كما تشوفون هو الرمز الأخضر، هذا هو مساعد لستارت وستوب، يعني إذا وقفت سيارتك عند إشارة مرورية حمراء فالمحرك يطفي السيارة، أو هذا النظام يطفي المحرك. فنظام الفرمل الأوتوماتيك المساعد، الجواب لا. مكيف الهواء كذلك لا. نظام تشغيل وإطفاء المحرك الأوتوماتيكي، فهذا هو الجواب الصح، وهذا النظام يوفر وقود ومساعد للبيئة. فإذا كان بلون أخضر معناه شغال هذا النظام. وتحت كل سؤال كما تشوفون موجود التعليل، بعد ما جاوب يطلع لك التعليل وشرح المعلومة. أروح لسؤال رقم 2. أي من الأضواء التالية يمثل الضوء العالي، وهو بالهولندي اسمه خروتليخت، الضوء العالي. إذا كان عندك الضوء العالي شغال فيجيك رمز داخل السيارة بلون أزرق، فالخيار يكون هنا الإجابة تكون بي. هالطريقة يجيكم السؤال أثناء الفحص. سؤال رقم 3. على ماذا يدل هذا الرمز؟ وإذا تنتبهون على الرمز، الخطوط مايلة للأرض وفيهم شخطة بالوسط. دائما إذا شفتوا شخطة بالوسط معناه هذا يكون ضوء ضباب. إذا كانت الخطوط مايلة للأرض معنى هذا الضوء هو ضوء الضباب الأمامي، لأنه ضوء الضباب الخلفي راح يمر علينا بعدين تكون الخطوط مو مايلة، تكون عدلة. إذا كان خط مائل للأرض في شخطة بالوسط يكون ضوء الضباب الأمامي. ملاحظة جدا مهمة، ضوء الضباب الأمامي هو غير إلزامي في السيارة. بعض السيارات موجود، بعض السيارات يكون معطل، هو غير إلزامي. وليمت يحق لنا شغل ضوء الضباب الأمامي إذا كانت الرؤية أقل من 200 متر. بعدين راح يمر علينا هذا السؤال كذلك. ضوء الضباب الأمامي تمام. نروح لسؤال رقم 4. على ماذا يدل هذا الرمز؟ ضوء الضباب الخلفي، ضوء الضباب العادي، أو ضوء الضباب الأمامي؟ مثل ما ذكرنا قبل شوي، ضوء الضباب الأمامي تكون الخطوط مايلة للأرض، أما إذا كانت الخطوط عدلة وبيهم شخطة في الوسط معنى هذا هو ضوء الضباب الخلفي. على ماذا يدل هذا الرمز؟ ضوء الضباب الأمامي، ضوء العالي، أو الضوء العادي؟ والجواب هو هنا الضوء العادي. كما تشوفون خطوط مايلة بس ما بيهم شخطة بالوسط، هذا هو الضوء العادي. ليش؟ لأنه العالي كان خطوط عدلة ويجيكم بلون أزرق. فالجواب الضوء العادي، أو ما يسمى بالهولندي ديملخت. على ماذا يدل هذا الرمز؟ علامة استعجاب بلون أحمر معناها عندك خلل في نظام الفرملة، أو عندك الهاند بريك أو فرام الإيد مسحوب. انت من تسحب الهاند بريك او فرام الايد راح يطلع عندك هذا الضوء، بس اذا نزلته وبقى هذا الضوء شغال معناه عندك خلل في نظام الفرملة. زيت المحرك فارغ او شبه فارغ؟ الجواب لا. نظام الفرملة الاوتوماتيكي؟ كذلك لا. زيت فرامل فارغ او فرام اليد مسحوب؟ الجواب الاخير هو الصح، زيت الفرامل ممكن يكون فارغ او فرام اليد يكون مسحوب. الفرام هو البريك. على ماذا يدل وجود هذا الرمز بهذا الشكل؟
كما تشوفون هنا مثبت على الاون، عندك اوف او اون، هذا معناها الوسادة الهوائية للراكب جنب السائق. يعني جنب السائق في كرسي يكون موجود، وهناك تقدر تطفي الوسادة الهوائية الايرباك، وخاصة اذا تنقل وياك طفل. فبهالطريقة يكون شغال. احنا ممنوع نشغل الوسادة الهوائية اذا كنت تنقل وياك طفل بكرسي جنب السائق والكرسي يكون بالعكس، يعني ظهر الطفل يكون للشباك، ممنوع تشغل الوسادة الهوائية، لازم تطفيها. فهنا يكون مشغلة on، الوسادة الهوائية مطفية، الجواب لا. مكيف الهواء قيد التشغيل، أكيد لا. الوسادة الهوائية قيد التشغيل يعني تعمل، وهو الجواب الصح. أي من الإطارات التالية يؤدي لصرف وقود أكثر؟ عندنا هنا ثلاث صور A, B و C. صرف الوقود الأكثر هو يكون إذا كان ضغط الإطار منخفض، يعني يكون عندك ضغط قليل داخل الإطار. الإطار هو التاير أو الكفر أو الدولاب فحسب اللهجة. إذا كان ضغط الإطار منخفض معناه صرف وقود زيادة. وشلون نقدر نشوف أي من الإطارات يكون الضغط منخفض؟ إذا كان ضغط الإطار منخفض فالدولاب راح يكون بهذا الشكل، من الزوايا يمسك الأرض، أما من الوسط ما يمسك في الأرض. فالطريقة السي معناها ضغط الإطار منخفض، أما بحالة A معناها الضغط زيادة أو مرتفع، وحالة B هو الجيد. فصرف الوقود الأكثر يكون دائما بالإطار الضغط المنخفض بحالة سي، والتعليل كذلك موجود في الباقة. سؤال رقم 9، ما هو العمق القانوني الأدنى لبروفايل ديبتا للإطار؟ عمق فرازات الإطار إيش قد لازم تكون على الأقل؟ كان إطار شتوي أو صيفي أقل شيء لازم يكون 1.6 مليمتر. الكلام في هولندا، بعض الدول يكون فيها اختلاف. 1.6 مليمتر على الأقل، وكل ما يكون أكثر أكيد يكون أفضل. أما الإطار الشتوي ينصح أنه يكون على الأقل 4، بس قانونيا 1.6 مليمتر. في أي من الحالتين يسمح لك في القيادة؟ بعض الأشخاص من تشوف هذا السؤال ممكن ما تفهم السؤال بشكل جيد. بحالة A وحالة B شو الفرق؟ خلونا نشوف. بحالة B عندك عداد السرعة شغال، يعني احنا جاي نمشي هنا حدود 50 كيلومتر بالساعة، بس عداد الـ RPM أو دوران المحرك معطل، موجود على الصفر. فهل يحق لك القيادة إذا كان الـ RPM معطل؟ الجواب نعم. أهم شيء أنه عداد السرعة يكون شغال، أما عداد الـ RPM غير إلزامي. فبحالة B مسموح القيادة. نروح لحالة A. هنا عندكم الـ RPM 2500، يعني 2.5 معناها 2500، بس السرعة عداد السرعة معطل ما جاي يشتغل، وأنت ممنوع تقود سيارة إذا عداد السرعة مو شغال، لأنك ما تقدر تكشف إيش قد راح تكون سرعتك. ففي أي من الحالتين يسمح لك القيادة هي بحالة بي فقط، يعني الصورة الفوقانية فقط. عداد السرعة دائما لازم يشتغل، عداد الـ RPM يفضل أنه يشتغل بس غير إجباري. هل أنت مجبر على تشغيل ضوء العادي مع ضوء الضباب الأمامي؟ سؤال حلو. هل أنت مجبر على تشغيل الضوء العادي مع ضوء الضباب الأمامي؟ هذا السؤال قليل ينزل بالفحص، بس قبل كان موجود، والجواب لا، لأنه أنت ممكن تشغل ضوء الضباب الأمامي بدون الضوء العادي، فغير أنت غير ملزم بذول الضوئين مع بعض. سؤال رقم 12، على ماذا تدل هذه الإشارة؟ وهذا الرمز يا جماعة اللي تشوفونه يعطيك درجة حرارة، وإذا كان بلون أحمر معناه درجة حرارة المحرك مرتفعة للغاية. وإنت إذا شفت هذا الرمز بلون أحمر
فيجب عليك أنك تتوقف فورا. زيت الفرامل شبه فارغ؟ الجواب لا، لأن ذاك يجيكم بعلامة استعجاب. ارتفاع حرارة الإطارات؟ كذلك لا، حرارة المحرك مرتفعة جدا. الجواب الأخير، فهذا يدل على حرارة المحرك مرتفعة. أي شيء بلون أحمر يفضل، مو يفضل، أنت مجبر أنك توقف فورا. سؤال 13، هل يسمح لك القيادة بهذه الحالة؟ خلونا نشوف. الأمور كلها طبيعية، بس كما تشوفون الطين مغطي لوحة السيارة أو أرقام السيارة، فممنوع أنه أرقام السيارة تكون مغطاية بالطين أو ثلج أو مهما كان، لازم تكون مكشوفة للبوليس، فبهاي الحالة يمنعك من القيادة، فالجواب غير مسموح. مدى الرؤية لديك 70 متر في الضباب، هل القيادة بهذه الوضعية صحيح؟ أول شيء هذه المعلومات لازم تعرفها، واللي ما متابع فيديو الأضوية موجود عندنا على قناة اليوتيوب يشرح لك بالتفصيل إمتى يسمح لك استخدام أنواع الأضوية. فإذا ما شفت الفيديو بعد هذا الفحص روح للفيديو وتأكد منه وشوفه على مود معلوماتك تصير أقوى. مدى الرؤية لديك 70 متر في الضباب، هل القيادة بهذه الوضعية صحيحة؟ هذا الرمز يدل على الضوء الضباب الخلفي، وانت مسموح استخدام هذا الضوء اذا كان عندك مدى الرؤية اقل من 50 متر بسبب ضباب او ثلج. فالرؤية كانت 70 او موجود 70 هنا، فاكيد ممنوع، لانه مسموح فقط اذا كانت الرؤية اقل من 50 متر. ملاحظة جدا مهمة راح تمر علينا بعدين كذلك، هذا الرمز أو هذا الضوء ممنوع تشغله بالمطر الكثيف. ضوء الضباب الخلفي غير مسموح بالمطر الكثيف، فالجواب غير مسموح. سؤال رقم 15، مدى الرؤية لديك أقل من 50 متر بسبب المطر الكثيف، هل القيادة بهذه الوضعية صحيحة؟ أنا قبل شوي شرحت لكم على هذه المعلومة، ضوء الضباب الخلفي غير مسموح تشغيله بالمطر الكثيف حتى لو كان عندك الرؤية أقل من 50 متر. فمدى الرؤية أقل من 50 متر بسبب المطر الكثيف معناه ممنوع شغل هذا الضوء. شو السبب؟ إذا أنت كنت مشغل ضوء الضباب الخلفي وكان في مطر، فقطرات المطر اللي تصير على شباك أو بلور السيارة الخلفك كلها راح تصير بلون أحمر، فالشخص اللي يمشي وراك راح ينعمي من هذا الضوء، ففي المطر الكثيف غير مسموح، فالجواب يكون لا. مدى الرؤية لديك أكثر من 250 متر، هل القيادة بهذه الوضعية صحيحة؟ هذا الضوء مائل، كما تشوفون الخطوط مائلة للأرض وفيهم شخطة في الوسط، معنى هذا ضوء الضباب الأمامي. ومتى يسمح لك استخدام ضوء الضباب الأمامي؟ إذا كانت الرؤية أقل من 200 متر، إذا كانت الرؤية أقل من 200 متر مسموح بتشغيل ضوء الضباب الأمامي. فعندنا مدى الرؤية أكثر من 250 متر معناها غير مسموح، فكما تشوفون التعليل كذلك موجود تحت في الباقة كل الأسئلة. هذا السؤال راح نخليه لكم بعدين، لأن هذا راد للشرح، لأن حتى لو أعطيكم هنا الشرح ممكن ما تفهمون، في شرح كامل على هذا السؤال، ما هي أدنى نسبة المسموح للنافذة كمية الضوء من الزجاج؟ يعني أوضح لكم شوي أكثر، إيش قد مسموح تفيم السيارة أو تظلل الشباك؟ هذا السؤال نخليه بعدين، لأنه هذا راد للشرح أولا وبعدين نطرح السؤال، لأنه ممكن يكون شوي معقد. خلونا فورا نروح على سؤال 18، ما نوع هذا الإطار؟ وكما تشوفون هنا عندنا رمز جبل وفي ثلج، إذا شفتوا هذا الرمز معنى هذا الإطار يكون شتوي دائما بشكل الجبل موجود بداخل ثلج. وكذلك عندكم الأحرف M زائد S Mud and Snow يعني طين وثلج، فهذا الرموز تدل أنك أو أنه هذا الإطار هو شتوي، إطار شتوي.
أثناء القيادة ظهر لديك هذا الرمز، ماذا تفعل؟ أول شيء، إذا كان بلون أحمر نتوقف فورا، وإذا كان بلون أصفر فيفضل أن نروح على جراج التصليح. أنتم أخذوها مثل إشارات المرور الضوئية، أحمر وقف والأصفر وقف إذا ممكن، إذا صارت لك فرصة. فالمقصد هنا إذا كان عندك رمز بلون أصفر معناها في خلل داخل السيارة، فأنت مو مجبر أنك توقف فورا، بس شوف لك جراج تصليح بأسرع وقت. تتابع السير وتذهب إلى جراج تصليح، نعم تتوقف فورا ما يحتاج، تتصل بالطوارئ أكيد لا. فالجواب الأول هو الصح، تشوف جراج تصليح بأسرع وقت. وشو معنى هذا الرمز؟ معناه عندك خلل في محرك أو كمبيوتر السيارة، تيجي الشكل مثل الحنفية، عندك خلل أو عطل في كمبيوتر السيارة أو محرك السيارة. سؤال رقم 20، فهنا أنا شرحت لكم، أعطيتكم الجواب قبل لا أعطيكم السؤال. على ماذا يدل هذا الرمز؟ خلل في الفرامل؟ الجواب لا. نقص في زيادة المحرك؟ كذلك لا، لأن ذاك إلى رمز يختلف نسميه مصباح علاء الدين. أو خلل في المحرك؟ الجواب الأخير هو الصح، خلل في المحرك. أثناء القيادة ظهر لديك هذا الرمز، ماذا تفعل؟ خلونا نشوف اللون، لونه أحمر. تتابع السير؟ لا. تتوقف فورا؟ نعم. تذهب إلى أقرب جراج تصليح؟ كذلك لا. تتوقف فورا إذا كان بلون أحمر ما عدا داخل النفق. إذا ظهر وياك لون أو رمز بلون أحمر تتوقف فورا على خانة الطوارئ، على عشب، مكان باركينج، يعني بأسرع فرصة تتوقف. بس داخل النفق لا تتوقف، لأن النفق يعتبر جدا خطر. بعد النفق تتوقف فورا. وممكن هذا السؤال راح يمر ويانا كذلك. أي من الإطارات التالية هو المثالي للقيادة؟ يعني أي من الإطارات هو الجيد؟ لازم يكون ماسك على الأرض بشكل كامل. الرمز الأول معناها الضغط مرتفع، الضغط المرتفع يسبب اهتزاز للسيارة، ما يمسك بشكل جيد على الأرض وممكن يسبب انزلاق. حالة سيء هو الضغط المنخفض، الإطار يصرف وقود أكثر، الإطار راح يمسح من الأطراف، ممكن ينشق بأسرع وقت. فأفضل طريقة أو أفضل شكل للإطار هو يكون بشكل بي، لأنه ماسك الأرض بشكل جيد. هذا هو المثالي. وبهالطريقة راح يجيكم أثناء الفحص نفس الصورة بالضبط. اختار الرمز الذي يدل على ضوء المدينة. ضوء المدينة هو الضوء الخفيف، أو بالعامية احنا نقول الطاقة الأولى، ضوء جدا خفيف. فدائما يجيكم بشكل بي، أنا دائما أسميها مثل عيون البسة أو البزونة مثل ما نقول بالعراقي. هالطريقة حفظوها. الرمز A هو ضوء الضباب الأمامي، الرمز B هو ضوء المدينة أو الطاقة الأولى أو ضوء الخفيف. فاختار الرمز الذي يدل على ضوء المدينة هو بي. التسمية يا جماعة، ضوء المدينة هذا التسمية بالهولندي يسموها ضوء المدينة، لأنه من الخمسينات استخدموا هذا المصطلح، لحد هاي اللحظة بقوا بهذا المصطلح. هو الصراحة ما له أي علاقة في المدينة، بس هذه التسمية. فالجواب بي. على ماذا يدل وجود هذا الرمز؟ كما تشوفون أتوقع الكل منكم اللي يشوف هذا الفيديو أنه يعرف أنه هذا شكل بطارية، معناها عندك خلل في البطارية أو البطارية تكون فارغة، عطل في البطارية أو الدينامو. نعم، فهذا الرمز يقول لك أنه في عطل في البطارية أو الدينامو. خلل في البطارية، بطارية المفتاح أكيد لا، أو خلل في الأضوية كذلك لا، هو عطل في البطارية أو الدينامو. الدينامو هو مولد الطاقة. على ماذا يدل وجود هذا الرمز؟
احنا نسميه الفلاشر او الضوء الرباعي او ضوء التحذير الرباعي. هل هو ضوء المدينة؟ لا. ضوء الضباب الامامي؟ كذلك لا. ضوء التحذير الرباعي، نعم. وهذا نستخدمه اثناء الخطر او اذا صار عندك عطل في السيارة تشغل هذا الضوء. بس مثلا انت جاي تمشي على طريق السريع وامامك يكون فجأة ازدحام، شو تسوي بهاي الحالة؟ شغل ضوء التحذير الرباعي وتحذر الاشخاص اللي جاي تمشي وراك انك راح توقف سيارتك فجأة. فضوء التحذير الرباعي لحالات الخطر او حالات التنبيه. على ماذا يدل هذا الرمز؟ سؤال رقم 26. فرامل اليد مسحوبة؟ لا، فرامل اليد كانت بلون أحمر، علامة استعجاب بلون أحمر. ضوء أو ضغط الإطارات منخفض؟ نعم، هذا شكله مثل الإطار كما تشوفون. فهنا عندك خلل في الإطارات أو الضغط يكون منخفض. ضغط الإطار منخفض؟ نعم. خلل في نظام الفرملة؟ كذلك لا. خلل في نظام الفرملة يجيكم بلون أحمر وفيه علامة استعجاب. فالجواب الصحيح هو فقط بي، ضغط الإطارات المنخفض. على ماذا يدل هذا الرمز؟ مصباح علاء الدين. في بعض الناس تقول بريق الشاي، فهذا هو بريق الزيت، لأن مصباح علاء الدين كان فيه زيت أو عفريت، بكيفكم براحتكم. انخفاض مستوى ماء تبريد المحرك؟ لا، ما له أي علاقة في المي. انخفاض مستوى زيت الفرامل؟ زيت الفرامل وين يكون؟ يكون بعلامة استعجاب بلون أحمر. أو انخفاض زيت المحرك، وهو الجواب الأخير، انخفاض مستوى زيت المحرك، هذا هو الرمز. ونروح إلى آخر سؤال. هل يؤثر عمق البروفايل الإطار على عملية انزلاق المائي وهي الأكوا بلانينج؟ هل يؤثر عمق البروفايل، يعني التشققات اللي موجودة في الإطار، هل هي تأثر على الانزلاق؟ إذا الإطار كان ممسوح هل يسبب انزلاق أكثر؟ أكيد. فإذا كان نقشة الإطار يعني أقل من مليمتر أو 1.6 فيسبب انزلاق أكثر. إذا كانت أكثر معناها تهرب المي والثلج أكثر. فهل يؤثر عمق البروفايل الإطار على عملية الانزلاق المائي؟ طيب نشوف الجواب، والجواب هو نعم. كل ما يكون العمق أكثر كل ما تهرب المي أكثر. هنا أعطيناكم 28 سؤال على ميكانيك السيارة، كذلك راح تنزل فيديوهات أكثر وموجودة فيديوهات أكثر على أسئلة الفحوصات اللي موجودة. هذا القسم كان فقط لميكانيك السيارة، وعندنا كذلك أقسام فقط مثلا البيئة والكحول، للحمولة، الأفضليات. بس في بعض الأسئلة أو الأقسام أسئلة متنوعة، وهنا راح أرجع لكم على الباقة. ابدأ الآن. وكما تشوفون الفحص الجديد، عندنا الأوراق القانونية، الخطوط الأرضية، الوقوف والتوقف، الأفضليات 1، 2، 3، و4، الرتل العسكري، ميكانيك والأضوية. فعندنا كل شوي أقسام على كل سؤال ممكن يجيك أثناء الفحص تلقونه بداخل هذه الأسئلة، أكثر من 2000 سؤال. وأكيد أنا راح أزيدكم بفيديوهات أكثر، فيديوهات أسئلة وفيديوهات تعليمية. يعني اللي تكلمنا عنه اليوم هو الميكانيك السيارة أو الأضوية والإطارات، في فيديو آخر يعطيكم كل المعلومات، وبهذه الفيديوهات نعطيكم الأسئلة. فإن شاء الله نشوفكم بالدرس الآخر، وكتبونا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الفيديو. تحياتي.